دائرة صحة محافظة بابل عن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة إلى مستوى كبير وغلق أغلب رودهات العزل الصحي. بالتأكيد طبعا لوحظ خلال الفترة الأخيرة انخفاض معدل الإصابات بكوفيد 19 في عموم العراق بشكل عام وفي محافظة بابل على وجه الخصوص، مما دعانا إلى إعادة افتتاح استشاريات مستشفى الحل التعليمي وإعادة استقبال المرضى ببطاقة الاستيعابية السابقة، وأيضا ساعد على ذلك افتتاح ردهة الحياة وردهة الشفاء التي أنشأت من قبل العتبتين العباسية والحسينية في مستشفى مرجان التعليمي. حقيقة معدل الإصابات انخفض بشكل كبير من خلال العينات التي يتم أخذها بشكل يومي. كان سابقا تكون النسبة أحيانا تصل يعني عدد العينات المسحوبة إلى 50% تكون عدد الإصابات بالنسبة للعينات المسحوبة، الآن ما تشكل شيء الحقيقة بالنسبة للأعداد اليومية، نسحب من 2000 إلى 2500 أو 3000 عينة تطلع إصابات عندنا 20 25 30. ايضا الحالات اللي احنا نقول عليها مودريت الى سيفير يعني المتوسطه الى شديده انخفضت بشكل ملحوظ. الان يعني اغلب مستشفيات المحافظه تكاد تكون ردهات العزل الخاصه بكوفيد 19 يعني شبه يعني ما موجود بها مرضى.